راس الذنوب الكذب طبعا حضراتكم عارفين ان الكذب من ايه من الكبائر والكذب طبعا صفه مذمومه حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام اعتبر الكذب صفه من صفات المنافقين ففي الحديث آه الشريف آه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا وإذا أتمن خان طبعا وما فيش حاجة اسمها كذبة بيضة أو كذبة سودة الجميع كذب وجميع الإنسان معاقب عليه يعني فاحذر الكذب بكل أنواعه والكذب طبعا هو يعني أشد ما يكون إذا كان بغرض أخذ حق غير حقك يعني تكذب من أجل الحصول على حق غيرك ولو عايز تعرف يعني شدة الكذب ومدى جرمه آه انظر كده لمن يكذب عليك إذا اكتشفت أن إنسان يكذب عليك يعني إنك بتحتقره وتحس إنه إنسان يعني غير سوي أنت كمان لو كذبت على أي حد فاللي قدامك برضو هيبصلك نفس البصه وهيحتقرك وهيعرف إنك إنسان غير غير صادق وبالتالي آه سوف تسقط من نظر الناس نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الصادقين والى اللقاء مع درس اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته